بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أبنائي وبناتي طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في منهج الفلسفة والمنطق للثانوية العامة القسم الأدبي. إن شاء الله السنة دي هندرس منهج لفلسفة تطبيقية. المنهج ده بيتضمن 4 موضوعات أساسية زي ما انتم شايفين كده قدامكم. الفصل الاولاني او الموضوع الاول وحدة الفلسفة هو فلسفة البيئة، الفصل الثاني هو فلسفة البيوطبية، الفصل الثالث هي اخلاق المهنة، الفصل الرابع هو فلسفة القيم. هنبدأ في البداية يا جماعة بموضوع فلسفة البيئة، وده موضوع شائك وصعب وحيوي، خاصة ان المشكلة هنا بتنتمي إلى فلسفة حديثة أو معاصرة تسمى باسم الفلسفة التطبيقية، يعني هي محاولة من الفلسفة لإيجاد حلول لبعض المشكلات اللي نتجت عن التقدم العلمي واللي المفروض الإنسان يتعايش معها أو يجد حل ليها. هذه المشكلة هي مشكلة اختلال التوازن البيئي. هذا الاختلال بيبقى ناتج عن تدخل الإنسان السافر أو الغير منظم في البيئة، فأصبحت البيئة الطبيعية بتئن اللي بيعمله الناس من تلوث واستنزاف للموارد، عشان كده البيئة الطبيعية بتسأر لنفسها من الإنسان في شكل كوارث طبيعية، وهي بكده بتحذرنا طبعا من عدة مخاطر لازم نبقى واخدين بالنا منها، ولازم نحنا نرجع بقى في أسلوبنا تعاملنا وتفكيرنا في التعامل مع هذه البيئة الطبيعية. خلينا نسمع قول الله تعالى: وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كانوا يعملون. طبعا الفساد هنا مش مقصود به الفساد في الذمم والأخلاق بس، لا ده الفساد حتى في السلوكيات، وزي ما الصور موجودة قدامكم دلوقتي يا جماعة شفنا في بعض الناس طبعا اللي بتذبح ما حرمه الله سبحانه وتعالى، شفنا ناس تانية بتستخدم المبيدات الكيميائية السامة في رش النباتات أو في مقاومة الأفات الزراعية، وشفنا ناس بتحرق الغابات، وشفنا ناس كمان بتجرف الأراضي الزراعية أو بتبني عليها. أظن أن دي كلها سلوكيات بتعبر عن مظاهر الفساد، ولما نقول ظهر الفساد معناه أنه هو بين وضح، وده عكس كلمة الفساد الصلاح. الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله صالح في حالة صلاح، إنما اللي أفسد هذه المنظومة الكونية الإلهية هو تدخل الإنسان فيها، وتدخله كان برضو زي ما احنا اتفقنا هو تدخل سافر، تدخل غير منظم، وده اللي خلى البيئة للأسف يختل توازنها وتسبب لنا المشاكل دي كلها. خلينا نتكلم عن موضوعات اللي هندرسها في فلسفة البيئة اللي احنا قدمنا لها دلوقتي يا جماعة. هنتكلم طبعا عن بعض الموضوعات اللي بيتضمنها الفصل ده، منها معنى البيئة والمراحل الأساسية للعلاقة بين الإنسان والبيئة، وبعد كده نتكلم عن نشأة فلسفة البيئة، ثم نصارد الفكر البيئي عند المفكرين العرب وموقف الفلاسفة المعاصرين من قضايا البيئة، وأخيرا دور المنظمات البيئية والعمل التطوعي. ده كان اللي هنتكلم فيه في الموضوع الأولاني وهي فلسفة البيئة. الحاجة التانية اللي احنا ممكن نتكلم فيها ايه هي فلسفة البيئة. فلسفة البيئة هي فرع زي ما قلنا في المقدمة من فروع الفلسفة التطبيقية. في فرق ما بين الفلسفة النظرية والفلسفة التطبيقية، فإن الفلسفة التطبيقية بتعالج مشكلات موجودة في واقعنا وفي حياتنا المعيشية اللي احنا بنعيشها. من أهم فروعها في العصر الحديث هو فلسفة البيئة. فلسفة البيئة زي ما اتفقنا بتهتم بالمشكلات البيئية من اسمها، المشكلات اللي طبعا بتعالج ما نتج عن تدخل الإنسان أو التقدم العلمي والتكنولوجي الرهيب. هذا التقدم اللي هدد حياة البرية على سطح الأرض، يعني بكل ما فيها من كائنات حية وعلى رأسهم حياة الإنسان. طبعا الفلسفة دي يا جماعة أدت إلى تهديد البيئة الطبيعية للإنسان، وده دفع الفلاسفة والعلماء إلى
الدعوة إلى الآتي: أولاً، ضرورة احترام الطبيعة واحترام حقوق الكائنات الحية الأخرى سواء كانت نباتات أو حيوانات. والهدف الثاني ليها هي أن تعمل توازن ما بين مطالب الإنسان في السيطرة على البيئة والاستفادة القصوى من الموارد. والهدف الثالث طبعاً هو احترام حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. دي كانت طبعاً أهم أهداف الفلسفة البيئية. أما بالنسبة للمعنى اللغوي أو المعنى البيئي، إحنا عندنا معنيين: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي: كلمة بيئة مشتقة طبعا من كلمة بوء أو تبوء أو نزل وأقام. وابن منظور قال في لسان العرب: باء إلى الشيء أي رجع إليه، وتبوء أي أنشأ. يعني أقول لك بوأت لك بيتا أي أنشأت لك بيتا. إذن البيئة تعني المكان أو المنزل اللي بينزل به الإنسان أو الكائن الحي. وأشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى اللغوي للبيئة في آياته الكريمة في قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. أما بالنسبة للبيئة بالمعنى الاصطلاحي، هي كلمة تطلق على الأشياء والظواهر اللي محيطة بالإنسان واللي ممكن تأثر فيه. فمثلا لما نقول بيئة طبيعية يقصد بها البيئة الخارجية، ولما نقول بيئة عضوية يقصد بها البيئة الداخلية، ولما نقول البيئة الاجتماعية يقصد والبيئة الفكرية أحيانا أيضا، لأن الفكر اللي حواليك واللي بيأثر في سلوكك وتصرفاتك يعد بالنسبة لك أيضا بيئة، وده وسط بيأثر في الإنسان. اللي استخدم المعنى الاصطلاحي ده أول من استخدمه في العلم هم العلماء المسلمين، وده كان في القرن الثالث الهجري عند عالم يدعى ابن عبد ربه، وده صاحب كتاب اسمه العقد الفريد، ودول أقدم من ذكروا كلمة البيئة الصلاحية. بعد ما عرفنا البيئة الصلاحيا والبيئة لغويا، هنتكلم عن العلاقة ما بين الإنسان وما بين بيئته. قبل ما نبدأ بالعلاقة، هو الإنسان ده هو الكائن الوحيد اللي ليه قدرة على التأثير في حواليه سواء كانوا نباتات أو حيوانات، وهو الكائن الوحيد اللي قادر أن يتعامل معاهم ويؤثر فيهم، ومن ثم يتميز عن غيره من بقية الكائنات في قدرته على تغيير البيئة. وابن خلدون قال: الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على تعمير البيئة. بس العلاقة اللي ما بين الإنسان وبين البيئة دي مش علاقة ثابتة، مش علاقة واحدة في جميع العصور، بل هي علاقة متغيرة حسب الظروف، فنسميها علاقة جدلية أي دينامية، يعني فيها تغير فيها تحول. ولذلك هناك علاقة متغيرة، علاقة جدلية دينامية ما بين الإنسان وبين مكونات البيئة المحيطة به. ومن ضمن البيئات دي طبعا هي بيئة النبات والحيوان وأيضا الظواهر الطبيعية اللي بنتعايش معها. هذه العلاقة مرت بخمس مراحل، وكل مرحلة لها خصائصها ولها سماتها اللي بتميزها عن المراحل الأخرى. المرحلة الأولى اللي عاشها الإنسان مع البيئة هي مرحلة التقديس والتأليه. المرحلة الثانية هي مرحلة التفسير والتوظيف. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستغلال والسيطرة. المرحلة الرابعة هي مرحلة القهر والاستبداد. المرحلة الخامسة هي مرحلة الصون والاحترام. يمكن أول مراحل عاشها الإنسان في التاريخ هي اللي بتعبر عن مرحلة التقديس والتأليه. أما الإنسان لما دخل بقى الحضارة وبدأ الفكر الحضاري يأثر على حياته، ده يعتبر مرحلة تفسير، إنما مفيش تدخل علمي فيها بشكل قوي، هو في محاولة لفهم الكون اللي احنا عايشين فيه وتفسيره، ده تعتبر مرحلة تفسير. أما مرحلة تدخل العلم ومحاولة استغلال إمكانيات البيئة في الاستفاء واستفادة الإنسان منها، دي في مرحلة الاستغلال والسيطرة. التدخل بقى الكبير جدا اللي هو يعتبر تطور عظيم في العلم وبلغ العلم في درجة كبيرة فيها، هي مرحلة الاستبداد. أما المرحلة الأخرى هي مرحلة الصون والاحترام، ودي تعد مرحلة انتبه فيها الإنسان إلى طبعا محافظته على البيئة أو اهتمامه بالبيئة من أجل الاستفادة منها وعدم الأضرار بها وبالمكونات الموجودة فيها. نبدأ أولا يا جماعة بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التقديس والتأليه. المرحلة دي زي ما أنتوا هتشوفوا دلوقتي هي شعر الإنسان فيها إن وسط بيئة طبيعية موحشة صعبة
عجز ان هو يسيطر عليها، فاضطر ان هو يألهها او يعظمها او يبجلها، مع التبجيل بمعنى التعظيم. فاتخذ من بعض ظواهر الطبيعة طبعا زي الحيوانات وزي الظواهر الطبيعية، الشمس والأبحار والأنهار، آلهة يعبدها أو رموز للآلهة اللي هو بيعبدها. فقد أله البابليون وأله الهنود وأله أيضا اليونانيون الكائنات الحية واتخذوا منها آلهة. يبقى دي المرحلة الأولى اللي الإنسان شعر فيها بعظمة الظواهر الطبيعية وعظمة الكائنات اللي هو وجدها في هذه البيئة. أما المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي مرحلة التفسير والتوظيف. مرحلة التفسير والتوظيف هي بداية ظهور الحضارة في حياة الإنسان، وكانت أول الحضارات اللي شغلت تفكير الإنسان طبعا بمسألة التفسير ومسألة الفهم هي الحضارة اليونانية. وفي الحضارة اليونانية دي يا جماعة اهتم فيها الإنسان بمحاولة فهم العالم وتفسيره بمنهج طبعا فلسفي اللي هو منهج التأمل العقلي. المرحلة دي في فلاسفة كتير حاولوا يقدموا تفسيرات لمكونات العالم الطبيعي، يعني منهم مثلا هيراقليتس مثلا اللي قال أصل الكون ده وأصل وجود مية، منهم مثلا أرسطو الذي اعتبر أن الأرض هي مركز الكون وهي ثابتة. فهم كانوا بينظروا إلى البيئة على أنها هي التي هيأها الله من أجل خدمة الإنسان. دي كانت البيئة في الحضارة اليونانية. وانتوا شايفين هو في قدامكم ان الفلاسفة كانوا دايما بيتناقشوا وجادلوا في مكونات العالم الطبيعي وايه اصل هذا العالم وكيف نشأ وكيف ظهر. بالنسبة بقى للمرحلة اللي بعد كده هي مرحلة الاستغلال والسيطرة. المرحلة دي بقى تعبر عن الحضارة الحديثة، هي حضارية زي اللي قبلها بس لا حضارة حديثة. دي كانت مع ظهور العلم الحديث، وكان الفلاسفة والعلماء شايفين ان كل ما الانسان نجح في فهم الطبيعة وقدر يستغل المكونات الموجودة فيها لخدمته، كل ما انتصر عليها وحقق تقدمه المنشود او اللي بيسعاله. اذا استغلاله للموارد الطبيعيه وتسخير الكائنات الموجوده في الطبيعه لخدمه ده دليل على تقدم الانسان. هذه المرحله مميزه ولكن لها سلبيه. ايه سلبيتها؟ هي ندره او قله الحديث عن حقوق الكائنات الحيه الاخرى. وانتم شايفين طبعا في الصور اللي قدامكم ان العلم قدر طبعا يعمل لنا مصانع كيميائيه ويعمل ايضا محطات نوويه، وقدر يستغل حتى الغابات في الاستفاده منها، فيه طبعا صناعة الأساس وغيره وغيره. يعني هو وظف العلم في تحويل الموارد الطبيعية إلى سلع وإلى خدمات للإنسان. المرحلة الرابعة هي مرحلة القهر والاستبداد. هي فيها علم بس علم متقدم جدا، وبلغ العلم درجة سمحت الإنسان هو يتدخل بقى ويغير. وأنا قلت لك أن تدخل الإنسان في مكونات العالم الطبيعي هو اللي أدى إلى الفساد اللي ذكرناه في الآية اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فتدخله ده للأسف الشديد كان تدخل ممكن يكون غير محسوب، ممكن يكون تدخل بشري في نسبة أخطاء، فأدى إلى اختلال التوازن الموجود في البيئة، اختلال توازن في مكونات المية، اختلال توازن في مكونات الهواء، اختلال توازن في مكونات النباتات، أدى إلى تلوث غذاء، أدى إلى تلوث هواء، أدى إلى تلوث ماء. كل التغيرات دي يا جماعة ترتب عليها أثار سلبية للإنسان. ومن أهم هذه الأثار إحداث تحولات فيما بين الكائنات الحية نباتات وحيوانات، وده بيهدد الحياة البرية أو الحياة على ظهر الأرض يعني، وعلى رأسها حياة الإنسان. حاجة تانية بقى اللي هو تطور الهندسة الوراثية ووجود ما يسمى باسم الاستنساخ، ده غير بقى من طبيعة الكائنات، فأصبح من الصعب علينا نميز بين أنواع الكائنات دي وأشكالها وأعمارها وطبيعتها. ده المرحلة اللي تسمى مرحلة القهر والاستبداد. المرحلة الأخيرة في الحقيقة هي مرحلة الصون والاحترام. طبعا كل الصور اللي تعرض قدامكم دي دليل على تدخل الإنسان وتحويله للكائنات والنباتات الموجودة عندنا. هنعرضها في عجالة طبعا عشان وقت الفيديو. كل دي دليل على مرحلة القهر والاستبداد، وكل ده أضر بالإنسان ما خدموش، حتى ممكن تسمى الأغذية كلها أغذية مسرطنة وسببت أمراض الإنسان لغاية دلوقتي يا جماعة يجد صعوبة في إيجاد علاج لهذه الأمراض. المرحلة الأخيرة بقى هي مرحلة الصون والاحترام. هذه المرحلة تنبه فيها الإنسان إلى خطورة التدخل في الطبيعة ومحاولة السيطرة
عليها، فعشان كده دعا الى سن قوانين وتشريعات لحمايه البيئه، وفي نفس الوقت برضو يا جماعه ايقاظ اخلاقيات البحث العلمي من اجل المحافظه على حقوق الكائنات الاخرى وحقوق الاجيال القادمه في الموارد الطبيعيه. استودعكم الله، واتمنى ان اكون افدتكم مع لقاء ان شاء الله اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.